خلص خلص حبيبتي ميرسي، شبعت بعد هلأ مكرمالة أنا. خلص حبيبتي هيش تغنجيني، رح تنزعيني. أنا مش عم غنجك، أنا عم بنتقم منك قد ما كنت تعمل فيي أنا وحبلة. خلص حبيبتي أنا ما بقى بدي شي منك، روحي مشوارك وبعدين أمك جاي بعد الظهر. أنت أكيد أنه بطلت عايستيني، أنا مشواري بيتأجل. لا وحياتك ما في لزوم. طيب إذا ما شفتك الليلة عشية بشوفك بكرة الصبح. أوكي حبيبتي، مع السلامة. مدق فيا. سامحيني. عشو؟ عرفتك على حقيقتك يا أناني يا متسلط. تسمح لنفسك إنه تخوني لما كانت الخيانة محرمة عليك، وبترفضها مني لما بطلت خيانة. قلت لك مدق فيا. لوين بعدك لحقني؟ ها آخر الدنيا مطرح ما بتروحي لاحقك. بنبهك هونيك ما في لا ويسكي ولا كازينوات. حسيتك مش مرتاحة، وعمو كميل صار له جمعة مطل، ليه؟ بيكون مشغول و رجعنا نصغر عن جديد، هول الزعلات صغار للصغار. صار له جمعة ما بيجن، ولا عاد خبر. معقول؟ بس أكيد ما بوشي، وقال لك إن عرفنا. لا ما بوشي. إيه لكن روحي شوفي شو بو. قولتيك، بس أنا ما بحب التنازلات. ود الوحدة إذا سألت عن خطيبة بتعتبري تنازل؟ بس مش طبيعي، ما بعرف ليش مغير، بركي غير رأيه، أنا ما فيني أجبره. الرجال اللي حبك 33 سنة مش معقول يغير رأيه بجمعة. بركي ابنه أثر عليه. ابنه؟ وفي حال ابنه مأثر عليه لازم تعرفي، ما هيك؟ ايه رح روح. برافو وده، الوحدة لازم تحارب كرمال تحافظ على حبها. لك نحن بعيلتنا مش قتلنا غير كبريائنا، هي له جهاد الوحيد اللي زامت من هالكبرياء. يلا باي. باي الله معك. ما
بذكرك انه صار لك جمعه مش مسهرني. ليلي عزمك على العشاء وبعد 3 ايام عيد ميلادي. مش ناسي اصلا. انا عندي كل شيء، مجوهرات وتيام. انت بتعرف شو ناقصني ما هيك؟ بدي صرفي يصير عمرك 30 سنه تا ما تعود تذكريني بعيد ميلادك. بعد بكير لصير ب30. يعني شو بدي اعمل؟ لازم اصبر. بتضل تلاقيني حلوه اذا صرت ب30؟ بتضل لاقيكي حلوه لو صرتي ب80. ياي ان شاء الله ما عيش هالقد. ما بتخطير. انت ما بتخطيري. عرفت شو بدك تهديني؟ ايه، اول شي رح اهديك اياه هو 10 مليون دولار تبع ليلى. عم تضحك علي؟ وحياتك انت رح اهديك اياه على طبق من فضه. كيف؟ هذا شغلي انا. وبعد شوي بيصير عيد زواج، كمان بتعرف شو بدك تهديني. ما هي انت عم تطمعي. انا عم صوقر اني رح القطك على طول. انت بتشكي انه انا بحبك؟ انت هلا بتحبني، بس بعدين ما حدا بيعرف. وبركي انت بطلت تحبيني. هالاخبار هيدا بنشيها من رجال مش نسوان. بس امك عملتها من ورا بابي. اذا بعرف انك خنتيني بقتلك. اذا بتضل كافيني من كل الميلات ما رح خونك. رح اكفيكي، بس اصبري علي شوي. بدك شي؟ بدي 10 مليون دولار وراس ليلى على طبق من فضة. صافي، ما كنت ناطرتك قبل جمعة. صحيح؟ ولو شو بعتيني فاكس؟ كنت عارفة انك رح تتجاوب بهالسرعة. في اعرف ليه بعتي وراي؟ اشتقت لك. شو؟ انت بتعرفي شو صار فيه من وقت ما استلمت الفاكس وصلت عندك لهون؟ كنت رح جن، خفت يكون بك شيء. طلعت القصة اشتقت لك. عم تبسطني بهالحكي، يعني بعدك بتخاف علي مثل الاول؟ ليه لابسة قميص النوم؟ لا هيك. روحت شيء؟ لا لا، بس الحكيم طلب مني اني ارتاح كل فترة الحبل. ليه؟ صافي عم تحرجني بهالسؤال. ما انت بتعرف انه الحبل بعمري مش مثل العادة يعني. صافي؟ الحمد لله الحمد لله. بك شيء اسماء؟ حبيبي روح غير ثيابك وخد دوش واحلق دقنك لانه منظرك هيك مش ولا بد. اسماء شو فيه؟ ما في شيء. ماشي مهم، بس كان بدي تجي حتى تحمل عني مسؤولية مرتك. أنا كمان عندي بيت وولاد، مش فاضية إلا إلا. حبيبي روح ارتاح وغير تيابك ورجع تعشى معي وعمول حسابك تنام هون. حتى ما قصد مو أول وصوله. بترجيك بترجيك، بسلك إيديك وإجريك إذا بدك. أنت ما شفتي منظره وقت اللي كان عم يسألني إذا روحت؟ تخيلك أسمى ما تقلي له شيء. هالولد صار حياته، حتى لو هو ما قال أنا بعرف أمله كبير. أسمى أنا صرت منيحة، صحتي كتير منيحة، حتى ما عم بحس بمغص. بليز بليز ما تقلي له، بتنغصي له ساعات وبتخليه ينطر بخوف. بترجيك أسمى، على كل الأحوال بدون نتيجة. أنا ما رح روح، حتى لو هو ترجيني ما رح روح. يا سلام، إذا ما عرف مني رح يعرف من غيري. سكتي. كل الناس صارت عارفة. سكتي سكتي. مش يمكن هو مش طالب منك هالتضحية؟ حتى لو هو مش طالب أنا بدي رد له إياها إنه ما كان فيه يعمل حياته مع مرة تانية. ما في وراها 43 سنة وولد مغنج وولادة صعبة. هيدا بدل إنه بحبك، بحبك أكتر من حياته. أنا بحبه أكتر من حياتي. طب خلص روقي روقي، خلص خلص.
شوتال بك شي كميل؟ بعرف انه مقصر، ما تواخذيني، الشغل اخذ كل وقتي، ما عم لحق على المسؤوليات النيابية والشغل. جواد مسافر وترك كل الشغل على راسي. سافر ولا بده يسافر؟ بده يسافر، اخذ مأذونية راحة على حسابه. تفضل يا عدي. وشغلك اخذك 24 ساعة؟ الحقيقة ما عم خلص قبل نص الليل، وما حلو يروح دق عليكي مشان الناس. وتليفونك ما عم يصل قبل نص الليل كمان؟ كميل، إذا عندك شي تقلي إيه قوله قبل ما أمشي. ما عندي شي أقوله. وداد، وداد انخطفت؟ مين خطفها؟ حضروا حالكم الليلة، لازم نعرف وينها، وأنا رح روح معكم. كيف أستاذ؟ حددتوا موعد العرض؟ لأنه بدي نزلوا على الأفيش وبدي نزل الإعلانات بالجرايد والإذاعات. رح نتفق الليلة وعبكرة نتصل فيك. طيب أوكي، سلم لي على أميرة، أنا مضطرة أمشي. خليكي متذكرة أنه بقدر أخلق منك نجمة. قطعت الأمل، كان بدي أصير ما فينا نكون مثل العالم. العالم منن من بيت الأسمر ولا من بيت حداد. تذكري إنه رح نصير قرايب. تذكر أنت، في شغلة كتير مهمة بدي أقول لك إياها، اسمعها كتير منيح. وداد حداد ما خاصة بالوسخات عم تصير بين العيلتين، فإذا بتريد خلي وسخاتك بعيدة عنها. بتصدق إذا بقلك إني راضي عن زواجها بي؟ مش مبين. انت ليش دايما ترمي مشاكل عائلتك علي انا؟ لانه انت ورا كل هالمشاكل. اسمعي، صار دورك هلا انت تسمعي. انا تحملت كتير، اكتر ما تحمل اي انسان بحياته. انا كنت أنا بيقطع بضيق مهما كان كبير، وبي واحد منهم. ولو شديت كنت خنقته أكثر. وليه ما شديت؟ لأنه بيك. بكره بوصلك حسابك على المكتب. قبل ما أموت من الجوع. باي أميرة. اهلا اهلا كميل، كيفك؟ منيح. اللي بتحب نقعد هون او جوا؟ مش مهم، مثل ما بدك. كنت عم فكر انا واسماء نعزمكن على العشاء انت ووداد. بظروف تانية ان شاء الله. ظروف تانية؟ ليش في احسن من هالظرف؟ ما في ظرف يا فؤاد. كيف؟ ما قادر نفذ شروطك. ابنك ما قبل يعطينا الارض؟ لا قبل. ما قبل يسافر؟ أنا ما رح أقبل يسافر، هيدا ابني الوحيد، ما رح بعيد عنه تا أنت تكون مبسوط. إذا بتضمن لي يبعد عن طريقنا وطريق ليلى. وما فيني أضمن هالشي كمان. ولو ما فيك تضمن إنه يتركنا نعيش بسلام؟ فؤاد، ابني كان قادر يحطمك، وما حدا قادر يوقف الحقد اللي بو أنت بتعرف إنه طالع بإيده. اللي وقفه هي ليلى. مستحيل. ابني بيحبها. ابنك ما بيعرف يحبه، ما رح سلمه حياة بنتي. كأنه الشغل بإيدك إذا هي بدها إياه. عجزتي وهي بتعرف. فؤاد، رجعت تحط الحاجز بيناتنا. كميل،
أنا وياك حطمنا حياة وداد، ما رح خلي ابنك يحطم حياة بنتي. قلت لك بحبها. وقلت لك ابنك ما بيعرف يحب، إنسان بلا ضمير معقد بلا رحمة ولا شفقة. يعني أنت اللي كان عندك ضمير ورحمة وشفقة كيف تمام منعوك تحب؟ هيك إذا كان بيحبها هيدي مشكلته. فؤاد، هاي مشكلتي ومشكلتك. كميل، إذا ما راح تبعد ابنك أبحرم عليك وداد للأبد. قد ما حب وداد حبها على ابني. كنت رح تطول كتير تترجع لو ما بعتلك فاكس؟ ما بعرف. فيك ترجع إذا بدك. ولا بدك ياني أرجع؟ أنا ما بدي إياك ترجع، بس فكري إذا بعد عندك شغل. خلصت شغلي من يومين. صافي، ما رح تسمحني؟ ابنك موجود، واللي صار صار بلحظة ضعف مني. هذا ما اسمه لحظة ضعف، هذا اسمه أنانية. أنت ناسي أنه لو ما أنا ترجعت بإرادتي كنت وصلت أنت مأخر؟ وإذا رح سامحك يوم من الأيام أنا لهذا السبب. أنه ما رح تسمحني هلأ؟ سلام، أنت صدمتيني، أنت حطمت شي جواتي. طيب أوكي، خد وقتك، بس وعدني بترجع صورة سلام الأصلية، صورة اللي بتعرفها عنها. ما رح أرضى بصورة بديلة. لوين؟ رايح على البيت. نام هون. ما بعرف نام عند حدا. جاي بكرة؟ بكرة عندي شغل، إذا خلص بكير بيجي. جواد؟ وينك؟ أنا هون. لا، أنت بعيد كتير. أنت خيالك واسع. ما تكذب، بشو عم تفكر؟ ما عم فكر. شو كان في بينك وبين ليلى حداد اليوم؟ ماشي مهم. ليه؟ كان الجو مكهرب بيناتكن. كانت عم بتطالب الحساب. أميرة عم بتكذب علي. جواد بشو؟ في شي بينك وبين ليلى حداد أنا ما بعرفه. كانت مفكرة إنه عم بيعت بي عن عمتها. بس أميرة، جواد أنا قلت لك ألف مرة أنا مش طالبة منك شي، اللي عملت لي إياه لهلأ بكفي. أنا بعد ما خبرتك إني مسافر. مسافر؟ لوين؟ رجع بلدي. بس أنت هون ببلدك. لا، الانتماء مش بالتذكرة بس. أنا ما بنتمي لهون، الناس غريبة عني، بتفكر بطريقة غريبة. ليه حائد هالقد على البلد؟ أنا مني حائد على البلد، حائد على اللي فيها. ناس سطحيين عايشين على الكذب، على النفاق، على العجرفة. عم تختصر الناس كلها بفؤاد حداد. لو ما كانوا الناس هيك ما كانوا خلقوا فؤاد حداد. ليه حائد عليها هالقد؟ بذكرني بطفولتي.
بس اسمع اسمه بتذكر الفقر والذل والجوع. وإما تروكي مقهورة سكيرة ومريضة وحقد كبير عبي ما بعرفه. صدمت الكبيرة بس عرفت إنه أبيض، وصراعي بين انتمائي لعرق الأبيض والعرق الأسود، وموت أمي بطريقة مأساوية. كل هو اجتمعوا على ابن عمره 5 سنين. كل هدول سببهم فؤاد حداد؟ بس ذكر اسمه بي حقدت عليه. ياي شو حقدت عليه. واخدت وعد بيني وبين نفسي اني انتقم منه ومن عيلته حتى لو كلفني حياتي. وهلا؟ وهلا؟ ليش بدك تترك كل شيء وتفل؟ كرمال بي وداد حديت حب حياته، 33 سنة غربة ما نسوا إياها، ما فيني ضلني حاجز بيناتهم. يا لطيف، الهيئة أنتو بيت الأسمر حبكن عميق كتير. صرت كاتمة أسراري. لو ما كانت ليلى بنت فؤاد حداد كنت حبيتها؟ ليش خطر هالسؤال على بالك هلا؟ ما بعرف ليش تجي على راسي كل ما فكر فيك. لأنك غيورة. هلا عزيز، فوت. حضرت لي العقود تبع الشاليات؟ نعم، وصرت بيع 4 منهم. 4؟ وأنا بعت لك 3. امبارح خيي أخذ شاليه، بس رح يدفع دفعتين. معلش إذا خيك. وخصمت له 5000. لقيته أخذ وحدة من الكبار؟ لا، سمحت لنفسي أخصم له. معلش، شو كم عزيز عنا نحن. بس من شان مرت الجاي فضل أنا أسمح لك بالأول قبل ما أنت تسمح لحالك. نعم. المهم أبو العز، بدي استرد 10 ملايين دولار من ليلى. أنا بأمرك. بس هي ما رح تعطيني إياهم لإلي، بس بتعطيهم لبي. فهمت عليك. ما فهمت. ما بدي بي يعرف بالموضوع عزيز. بس رح يصيروا باسمه. قبل ما يصيروا باسمه أو بيصيروا باسمه وقبل ما يوصلوا للبنك بيتحولوا لاسمي أنا، عن طريق التوكيل اللي معك. هلأ فهمت. وإذا هي خبرت بيك ساعتها هيدا بيصير شغلي أنا. اتفقنا؟ لا بعد. 50,000 10 ملايين قليل. غيرك بيقبل 10,000. بس أنا محامي الشركة. مثل ما جبتك فيه يجيب غيرك. ما بتخاف إني أفضحك؟ كون عم تفضح حالك. بيي ما رح يجي يحبسني لالي، بس لالك بيحبسك. حاضر عزيز. انا ما بحب افقد ثقتي بالشخص لانه بصير بدي ضره. انا بتأسف بس رح برهن لك اني اهل للثقة. عظيم، لانه كنت بلشت افقد ثقتي فيك. بسطت كتير لتانت وداد لما عرفت انها رح تتجوز. مين كان يقول؟ ما هيك صارت كبيرة. غريب النصيب، كان مفروض تتجوزوا من 33 سنة، ضلت ناطرة ورجعت رح تاخده.
قولك رح يعيشوا عندها فوق؟ شو عم تحكي؟ عم بعمر لها قصر بجنن بالمنطقة فوق. لا قليلة، طانت وداد فيي في جوزة بعمر لها قصر وأنا شقفة فيلا قاعدة عم بتقسمها أنا وياكو؟ فعلا نصيب. الله كريم يا بنتي، بكرة بتعمري قصر أكبر من قصر وداد. شو رح تعمل بالبيت فوق؟ رح يصير بيت مهجور. أنا مش طالعة لفوق، بيت كبير؟ بيت كبير وبجنن، كان أهم بيت بالمنطقة. ليه ما بتسكني فيه أنت وعمو فؤاد بس تتجوز؟ هيك بتقعدوا على رواق وما حدا بيزعجكن. بس منو بيتنا، بضل اسمه بيت وداد. خلي عمو فؤاد يشتري، ما زال هيك هيك عم بيشتري الأراضي فوق. وداد ما بتقبل. نعيّة أنت تقتنع منك. من هلأ لوقتها بيفرجها الله. طانت ما تقولي أنا عم بستتقل فيكم، أنا بدي كرمالكم. مرسي. طلعوا لي قهوة بأكبر ركوة موجودة عنا. شوفيها بكرة الصبح قبل ما تموتي من الجوع. جاي تدفع الحساب؟ طبعا. معك وقت 5 دقايق تقطع قسم المحاسبة، تدفع وتمضي وتكون تارك الشركة. هيك بتعاملوا الزبونات؟ أنا عم بعني اللي عم بقوله. أنت ولا مرة بتعني اللي بتقوليه. مع السلامة. بعد ما خلصت عايزك بشغل، في باخرة من بواخرنا واقفة بدي شغلها سياحية. والمطلوب؟ بدي شغلها بالشرق الأوسط. المطلوب؟ طبعا مش المطلوب انك تكوني الكابتن، المطلوب تعملي لها دعاية. لا لا؟ ايه لا. وين تفكيرك العملي؟ عفيني منك جواد، عفيني من وجودك. ما بدي شغل يجبرني شوفك ولو ب20 مليون. أنا أعصابي ما بقى تحملني، عفيني منك بترجيك. بوعدك إنه ما بقى رح تشوفيني، رح أعمل المشروع هون بس أنا ما رح كون هون. وين رح تكون؟ بعيد، بعيد كتير. بعيد أكتر. هل قدي وجودي بيوترك؟ أكتر مما بتتصور. سألتي حالك شي مرة ليه؟ ما بدي أسأل حدا، بدي تختفي من حياتي، بدي تنشق الأرض وتبلعك. صعب يكتشف الإنسان إنه منه مقتنع بالإنسان اللي بحبه. صرت عم تحكي بالحب؟ لو سألتيني قبل ما كنت بعرف. هلا عرفته؟ ايه. جواد قلي شو بدك مني بالضبط، لوين بدك توصل؟ معك حق، ما بدي اوصل لمطرح، بدي امشي. إذا هيدي وحدة من خططك تتنتقم من بيي، فتش على غيرها. ما أنا من زمان زبطيت سلاحي واستسلمت. ما حدا بزبط سلاحه وبيستسلم إلا إذا كان خسران. ما أنا خسرت. شو خسرت؟ لحد هلأ كل شي خططت له وصلت له. وصل له لما انت فتي على حياتي. ما كان لازم تفوتي على حياتي ليلى. انت هدمتي كل شيء انا كنت بنيه. انت ما بتبني، انت بتهدم. بهدم القصور اللي بتنبنى على حساب العبيد. هيك كنت ناوي اعمل قبل ما اتعرف عليكي.
تسافر جواد. بترجاك سافر. لو بتعرفي شو عم تطلبي مني. بعرف. لا ما بتعرفي. رح ابعت لك صافي تيتباحث معك بشأن الباخرة. من يوم رايح شغلك رح بيصير معه. بعدك هون؟ انا دايما هون. يمكن بدك تشهد على استرجاعنا للارض قبل ما تسافر. انتبه، الارض بعدها معي. ما تكسر بخاطر بيك، باعك انت وامك كرمال عمتي، خليه ياخدها. شو هالعيلة اللي بتبيع نسوانها بالاراضي؟ حسب الشارع. انت مثلا باراضي العالم كله ما بنعطيك اختي. كنت رح اخدها ببلاش. واخدتها؟ لا، رديت لكم اياها مع الشكر. تعريف؟ يا ريت بتحدد لي تاريخ سفرك ترافقك على المطار. بدي التاريخ يعيد نفسه واشهد على سفرك مثل ما بي شاهد على سفر بيك بالزمانات. ما بنصحك تعيد التاريخ، لأنه بدك تضطر تمرق بالتاريخ الحديث وتشهد على إفلاسك قبل ما تشهد على سفري. مهم النتيجة. بعد ما وصلنا للنتيجة. اسمعيني شوي. لا بدي اسمعك ولا بدي اشوفك. فين من هون قبل ما غير رايي وحطك بالحبس. ليلى رح تتفاجئ لما تعرفي انه انا ما لي علاقه بالحادث. صحيح انا اللي بعت الشباب كرمال يعتدوا على جواد، بس مش عليكي، انت اختي والدم ما بيصير مي. انت بتفهم بالدم يا مشوي؟ ليلى بترجاك تسمعيني، انا ماني جاي لهون كرمالي، جاي كرمال بي. ما بدي اياك تفتكري انه هو له علاقه بالموضوع، حتى لما نعرف انه انا المسؤول مش حطني من البيت. ما بدي اسمع باسمك ولا باسم بيك ولا باسم حديت كله. البابا صحته تعبانه اكثر مما انت بتتصوري. اذا منك مصدق تفضلي تلفني لامي خلتي تخبرك. هو بيعتك؟ لا، ولا معه خبر اني هون، وما بدي اياه يعرف شو جاي اطلب منك. تطلب مني؟ هلا انت جاي لهون تطلب مني شيء؟ مش لالي، لبيي. طبعا انت حره ترفضي، بس بترجاك تسمعيني للاخير. ليلى انت بتعرفي باي ظروف اخذوا منا الارض كميل الاسمر وابنه. بعترف انا بوقتها كنت عم ببتزه لبيي وكنت عم خيره بيني وبين الارض، بس كان بدي شي يشيلنا من جورة الوحل يلي غطسنا فيها ابن العبدة. من وقتها بي عايش بحرقة الأرض، وانت بتعرفي شو بتمثله، هي أرض أمجاد. بعرف شو بتمثله. اللي بعده هلأ صار في أمل ترجع له من بعد ما قرر ابن العبدة يسافر وريحنا منه، وكميل الأسمر رح يتجوز عمتي وبي موافق. ليلى بي قلبه طيب. هلأ صحيح عقله رجعي ومتحجر شوي، بس بحبك. انت نقطة ضعفه. اللي بعده جهاد. كميل مستعد يرجع الأرض لبيي، بس البابا ما معه حق على الآخر. راح يبيع البنايتين اللي بالحزمية، بس ما بيكفوا المصريات. ايه ليلى، البابا عايز 10 ملايين، وبأكد لك إنه هيدي مش مؤامرة مني. أنت مش بحاجتهم هلأ، شغلك ماشي وكل شي ماشي، بضمن لك إنه رح أردلك إياهم بظرف سنة مع فوايدهم بطريقة واضحة وقانونية. أنا موسعة مشاريعي وعم باخد وكالات ومصرياتي عم شغلهم بالسوق،
لما انت بتعطي العشر ملايين. انا منين بجيب 10 ملايين؟ علي دين 60 مليون دولار، مع كل طلعه صبح علي 300 الف دولار فوايد للبنوك. اذا بدك فرجيكي فواتيرهم. هال 60 مليون ما بيصيروا 70 فرانك ما بقى يعطوني بالبنك. رهون مشروع الشاليهات رهنته تكفي، وما عنده فؤاد حداد ارض يبيعها. رهن السنتر تيدفع لك، وارض الحمراء حرام نروحها هيك. ما زال قادرين ناخذ المبلغ كاش ونرده بظرف سنه. وشو اللي خليك تفكر اني ممكن اشفق عبيك؟ اذا انت ما شفقت عليه مين بدي اشفق عليه؟ شامه بالخبريه ريحه مش عجبتني. حتى اذا انا ظهرت من الدق، حط المحامي اللي بدك اياه وخلي يكتب المصريات باسم البابا. وليه ما بيي طلبهم؟ لانه قال لي انه ليلى اذا بتشوفني مشرد ومرمي على جنب الطريق ما بتلمني. قل له لبيي قبلت اعطيه العشر ملايين بشرط يجي هو لعندي ويطلبهم. ما راح يجي. لكن ما فيي اعمل شيء. بيي كان عم ينطفئ قدام عيوننا، رجعت روحا بعد ما عرف انه كميل اصلا ممكن يرجع له الارض. كانه عم يرد له كرامته من بعد ما كان مرمغلو اياها بالوحل. هلا جاي عم يقدم لنا الارض على طبق من فضه. ليلى ما تروحي لنا هالفرصه من ايدنا. انت بتعرفي انه البابا خسر كتير اخر فتره وكرمالك بسببك انت. هلا مش قادر بقى يتحمل خساره، لانه اذا ما رجعت له الارض رح بيروح من بين ايدينا. اوكي، هلا من بعد ما سمعت وعرفت فيك تفرجينا عرض كتافك؟ ما راح تعطي المصريات؟ فكر بالموضوع. اي سعاد، بونجور. ست ليلى، اهلا، كيفك؟ منيحه، انت كيفك؟ كتر خير الله، مشتقت لك. وانا كمان. امي عندك؟ لا، امك ظهرت، بتوصي لها شيء؟ لا لا معلش، انا اصلا عم بتصل تاحكي معك. معي انا؟ تفضل. بتوعديني انه الحديث بيبقى بيناتنا؟ في شيء ست ليلى؟ لا ابدا، بس ما بدي حدا يعرف اني حكيتك. بوعدك. بدي اسالك عن بيي. خوجه فؤاد؟ ايه. كيفه؟ منيح. صحته منيحة؟ مش مثل قبل، ما بوشي ما تتسرسبي، بس مغير عن الأول. من أي ناحية؟ بحسه تعبان وزعلان، ما بعرف، مش عجبني. مش إنه صحته مش منيحة لا سمح الله، بس مش هيدا الخواجة اللي بعرفه. أوكي سعد، مرسي. لا لا، بس أنا كان بدي أطمن. They get you to train your heroes for ghosts. باي نقصتيني، لأني مرة دقيقة على الباب قبل ما تفوتي. ودق على الباب كمان. إنه أنت ما سمح لك تزعجينا، بس نحن مش مسمحنا نزعجك. شو يعني؟ يعني وطي الموسيقى، منك لوحدك بالبيت، وفي ناس مش حابين يسمعوا. أوكي، طفي. متفي أنت؟ أنا ماني صنعتي. أنا بقوم بطفي. ناقصني تترك جوزة بتجي تقعد عندي بالبيت. شو قلتي؟ ما قلت شي. بلا قلتي شي. قلتي إنه أنا ساكنة عندك؟ إيه نعم، ساكنة عندي بالبيت. بيتك هونيك عند بيت الخليل. أنا هون ببيت بيي أنا. أنت ساكنة عنا، مش نحن ساكنين عندك. لك يا عمي شو في؟ شو بكن؟ عشو هالصريخ؟ شو في يا عايدة؟ بدي أعرف حالي. أنا هالبيت بيتي ولا لا؟ حياتي أكيد بيتك. فإذا مفهمها لأختك إنه هي قاعدة عندي مش أنا قاعدة عندها. معلش عادة، ما تزعلي. خذي عقد عائلتها، كل عمرها عايشة برا مش معودة على الضجة. هي تعدت علي. بعرف بعرف، بس معلش اليوم عيد ميلادها، خذي لها هدية وروحي لعندها صالحيها. هيدا
هيدا كادو لإلها، أعطيها إياه أنت وعيد عنه. لا، أنت بتفوتي بتعطيها الكادو. قلبة طيب، بس تشوف الكادو دغري بترضى من الحالة. يلا قومي. تفضل. بونفيت، انت جبتيها؟ كيف تذكرتي؟ ثانكس عايدة. بعدك زعلانة مني؟ لا، انا بحبك اكتر منهم كلهم. انت صديقتي الوحيدة بهالبيت، مشان هيك فجأت لما حكيتي معي بهالطريقة. كنت منرفسة من كمال. كمال شاب طيب، لازم تسامحيه وترجعي له. عم تشحطيني؟ لا، وحياتك بدي كرمالك. المرة لازم تسامح جوزها، خصوصا اذا كان بحبها. كمال ما بحبك، فاذا لازم ترجعي له. شو؟ مش الحال؟ رضينا؟ شو بها حوريتي زعلانة؟ الليلة رح سهرك سهرة بحياتك ما صرتي مثلها. 22 قنين شامبانيا تحت اجريك رح ينفتحوا. 21 بدي وزع قوالب جاتوه على كل الطاولات عشرفك انت. واو، عشر ملايين؟ باسمك. من ليلى؟ من ليلى. مش معقولة، كيف قدرت جبتهم منا؟ بأساليبي الخاصة. معقولة ليلى تعطيك ياهن إلك أنت؟ هي مفكرة أنه عطيتهم لبي، بس مش عارفة أنه أنا فيي حولهم لأسمي. أنت أذكى رجال بالعالم. سوار ولد. يا ليلى، عملتي لك شي شبرك اليوم؟ لا، عذبتي حالك. لا عزي ولا شي، تسليت. طيب رح غير تابي واطلع اكل مثل ما بدك. كيفك وداد؟ انت منيح؟ انت بتعرف اذا كنت منيح ولا لا؟ ليلى موجودة؟ جاي لعندها؟ لا، جاي لعندكم اثنيناتكم. عم تغير تيابا، تفضل اقعد تعمل لك فنجان قهوة، بتكون خلصت. وداد، ما تفكري بالعاطل فيي، ظروفي اقوى مني. مش مهم، ما عدنا صغار عالزعل والنكد. وداد، انت الحقيقة الوحيدة اللي بحياتي. اذا بعد الايام اللي ما كنتي موجودة فيها جواتي كون بعد ما خلقت. رح اعمل لك قهوة. وداد، عم بخيروني بينك وبين ابني، وما بقدر ابني سعادتي على حساب تعاسة ابني. على كل حال انا عطيت حالي فرصة تراجع حساباتي. نحن عيشنا حالنا بحلم حلو كتير، والواقع هو جارح. خلينا هيك، بيقولوا القصص الحزينة بتخلد. خلي قصتنا تخلد. أهلا عمو كمير. بك شي؟ ايه بنشي. خير ان شاء الله. شو صار انت وعمتي؟ هي ساكتة مثل ابو الهول وانت مختفي. عمتك اساس المشكلة كلها. شو عملت؟ خلقت غنية وبنت اكابر، وعندها خي متسلط، حبت شاب فقير وعلقته فيها
لدرجة إنه صار يشوف العالم من خلالها. هي تربعت على عرشها وارتاحت، وهو بلش يناطح السحاب ويزت الحواجز كلها ورا ظهره لحتى يوصلها. ولما وصلها حاجز من اللي زتهم وقف مثل المارد بينه وبينها. جواد بيك رسم للطريق مكلل بالزهور، رفع من مستوي لمستواه وبارك زواجي بوداد. أنا انغريت، شفت السعادة أول مرة فاتحة بوابها بوشي، انغريت، قلت كل الحواجز اختفت من حياتي ووصلت على العرش وتربعت حدا، والحاجز الباقي مش مهم منبعده. هو بيرتاح ونحن منرتاح، وفكرت انه على البعد بيرتاح، وفجأة حسيت بدون قصد اني عم برجع زدته مرة تانية مثل ما زديته أول مرة. مستغربة ليش عم خبرك قصتي، ما هيك؟ يعني إذا بتخبرها لعندك بدي خبرك إياها لإلك ليلى. عم بتسمع وداد، أنا خبرتك شو عملت بأفريقيا، ما هيك؟ إني تركت مرة وراي ولد عم يرضع، ورجعت بعد سنين اكتشفت فضيحة غلطي. كان ولد، بس أغرب ولد شفته بحياتي. ما بيضحك، ما بيفرح، ما بيبكي، ما بيحب، بيكرهه بس. كره أمه لأنها انتحرت، وكرهني لأني بعدت عنه، وكره العالم لأنه خلق، وكره فؤاد لأنه السبب بكل شيء. ولما سمعته عم بيقلي أول مرة أنا بحب، حسيت كأني أول مرة بسمع بهالكلمة. يا لطيف شو طلعت غريبة منه. كميل، بعد ما خلصت. ما بعد كميل. جواد بحبك. ليلى، أول مرة شفتك فيها حسيت إنك الأمل الوحيد اللي حيرجع ابني إنسان طبيعي، يحب، يفرح، يبكي. عمو كميل، مع احترامي لشعورك، بس إذا جواد قالك إنه بحب أكيد بيعني أميرة. يا ريت، يا ريت كان بحب أميرة، ما كان في مشكلة. ليلى، خليه يتعرف على الفرح، يمكن إذا عرفه وحس بحلاوته بصير يفتش عليه. كميل، أنا ما عرفتك أناني، بتسخر حياة العالم كرمالك. كرماله؟ أنت شو عم تطلب من ليلى؟ أنا عارف ما بطلبه لو ما كانت بتحبه، أصلاً ما فيها تساعده إذا ما بتحبه. ليلى بتكرهه مثل ما بيكرهوه كل العالم. ما تزعل مني، هيدي الحقيقة. ما بعرف شو السبب، مين عمل منه إنسان عدائي هيك. كميل، حل مشكلة ابنك بإيدك أنت. أنا مستعدة أتحمل، لكن مش ممكن ليلى تهدم حياتها. تفضل فل، روح من هون، ما ترجع تركب مأسات تاني بهالبيت. قوم فل، قوم روح. كميل، عمو كميل، أنا بحبه. جاي صار حدا بهالحب حتى حالي. ما سمعت عمو كميل عم يحكي عن طفولته، حسيت بهاللحظة بدي كون حده واغمره 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 وشد. بس العذاب اللي عرفه بحياته.